أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. بداية، أبرم البنك الوطني الجزائري اتفاقية مع منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تسهيل إجراءات تمويل نساء المقاولات، وتنص الاتفاقية على تخصيص شبابيك من أجل دراسة ملفات النساء الراغبات في الاستثمار. المزيد في ميكروفون أحمد رشدي. هذه الاتفاقية مضيناها مع منتدى رؤساء المؤسسات في إطار تدعيم المقاولاتية النسائية. هذه تنص على أن البنك الوطني الجزائري يفتح مصالح أو شبابيك مختصة بطريق يعني إطارات يكونوا مكونين باش يتكفلوا بالانشغالات في الميدان المصرفي للنساء المقاولات، مثلا فتح حسابات أو دراسة ملفات القروض، قروض استثمار أو قروض استغلال أو طلب أدوات الدفع. يعني عملنا أجل يعني قصرناها بالنسبة للعادي. وفي قطاع المالية دائما، أكد المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود بأن عملية الدفع الإلكتروني تسير بصفة عادية مع المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن بنكه يقدم كافة التسهيلات من أجل توسيع العملية وجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن. الدفع الإلكتروني مع المؤسسات الأولى الكبيرة العمومية في ميدان الاتصالات، ميدان النقل الجوي، ورانا مع يعني في التفعيل نتاعها تدريجيا، ولكن كلش ما كل انطلق يعني على الناحيه التقنيه، الناحيه القانونيه، الناحيه الان تبقى البنوك والزبناء اللي يعملوا باش يفعلوا باش نجذبوا اكبر الناس تستعمل هذه الوسائل. نعود للحديث عن مكانة المرأة في مجال المقاولاتية بالجزائر التي تشهد ضعفا كبيرا، فرغم الإرادة التي تملكها المرأة وولوجها عدة قطاعات سواء كعاملة أو سيدة أعمال، يبقى تواجدها دون المستوى. أحمد رشدي والتفاصيل. الإناث يشكلن أغلبية المتخرجات من الجامعات الجزائرية وأقلية في سوق العمل، مفارقة تفسرها النساء بالعراقيل الميدانية التي تقف في وجه الباحثات عن العمل أو المستثمرات. احنا هو لو سوجي دو لونتربرونيريا فيمينا ماشي من اليوم، هذا يعني توت لي ديسبوزيتيف، كل المعاونات يعني هي موجوده، لي ريفورم اون ايتي فيت. Tout a été fait. بصح لابليكاسيون سور لو تيران، سي سا لو غران بروبليم. اكثر من 70% من الفتيات هم اللي متخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين، ولما نشوف الإحصائيات نلاحظوا عزوف قوي فيما يخص إدماج المرأة والفتيات في ميدان العمل. تختلف أسباب تأخر مكانة المقاولاتية النسوية بالجزائر، فمن عوائق تشريعية إلى عراقيل تمويلية تقف المرأة عاجزة عن تطوير مكانتها بسوق العمل. Nos statistiques, les chefs d'entreprise femmes sont à la tête de 10 000 postes d'emploi. Je multiplie par 5, ça fait 50 000 personnes auxquelles vous apportez du bonheur. 130 000 مرأة في ميدان العمل، يعني ما فيش يعني العدد ضعيف جدا. لازم احنايا كجزائريين كمؤسسات يعني اقتصاديه ايتو لازم نعاونوا المراه باش يعني تفرض روحها ويكون العدد اكثر فاكثر. الاف الخريجات من الجامعات والمعاهد الجزائريه تمثلن راس مال بشري هام من الواجب استثماره لترقيه المقاولاتيه النسويه والدفع بالاقتصاد الوطني. منذ زمن ليس بالبعيد كان تموقع المنتجات الجزائرية بالأسواق الخارجية من الأمور الصعبة، لكن نجد مجمع مساوي لآلات العدة رفع التحدي وذهب بعيدا بالمنتوج الجزائري. التقرير لإيمان عياش. استلم المشعل من والده فكان خير مؤمن على الشركة بمواصلة المشوار الذي بدأ منذ سنة 1978. فبلال من بين الكفاءات الناجحة في مجال التصنيع لآلات العدة. On travaille sans cesse de promouvoir la production algérienne. C'est on essaye tout le temps d'adapter toutes les outils ou bien toute la matière qu'elle vient ou bien ici de l'Algérie
ou bien nous sommes obligés à importer des produits qui n'existent pas sur le marché algérien. On a travaillé maintenant 5 ans, on a changé totalement le plan de programme de la fabrication. لا للاستيراد هو الشعار الذي تعمل به شركة مساوي تحت مبدأ تشجيع الإنتاج المحلي بكفاءات جزائرية شابة. Il y a une année et demie, on a décidé qu'on va faire des machines électriques. C'est des machines coffre à béton électrique jusqu'à 32 mm. Et ces aïe combinent cette opération, diverses opérations. Et aussi, on a fabriqué pour le musée aluminium des tronçonneuses, des fraiseuses à embout. المتجول بهذا المصنع يلاحظ قيمة التنظيم والتنسيق بين العمال ما رفع من قيمة إنتاج المؤسسة والذهاب بالمنتوج إلى العالمية بالتصدير إلى عدة بلدان ناهيك عن جملة من المشاريع المستقبلية. L'exportation on a fait au Maroc, on a fait en France, on a fait à Dubaï, on a fait en Tunisie. Créer de nouveaux projets, c'est de nouveaux machines pour faire la transformation et la conception des machines ou bien des produits pour l'automobile. أزيد من 38 سنة خبرة في مجال إنتاج وتصنيع آلات العدة كانت كفيلة بأن تجعل الشركة تتموقع في السوق الخارجية رغم المنافسة الشرسة. بلغت فاتورة واردات السكر 570.78 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقابل 521.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الفارط، أي بزيادة 9.4% حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الجمارك. وارتفعت الكميات المستوردة من السكر لتصل إلى 1.45 مليون طن مقابل 1.3 مليون طن خلال سنتي المقارنة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. ويفسر ارتفاع الفاتورة بزيادة الكميات المستوردة فيما تراجعت أسعار استيراد الجزائر للسكر، وبلغ متوسط سعر استيراد السكر البني 359 دولار للطن خلال السداس الأول مقابل 382 دولار خلال السداس نفسه لـ 2015. كما تراجعت أسعار استيراد السكر الأبيض إلى 516 دولار للطن مقابل 522 دولار للطن. نلتقي في الساعة الأخبارية اللاحقة بإذن الله، إلى اللقاء، العودة.